هنا ننتقل إلى القدس، تنضم إلينا من هناك مراسلة الحدث لنا كل قاصي. لنا أهلا بك معنا، أبدأ معك من العاجل الذي وردنا توا. بحسب الإعلام الإسرائيلي، عملية طعن في بئر السبع وقتل المنفذ، هل لديك أي معلومات بخصوص هذه العملية؟ أهلا بك. بالفعل يعني قبل تقريبا نصف ساعة من الآن توجه شاب فلسطيني هو من حاملي الهوية الزرقاء، أي من مواطني إسرائيل، فعليا أصيب جنديين في هذه العملية، عملية الطعن. قدم الشاب إلى محطة الحافلات المركزية بمدينة بئر السبع جنوب البلاد، وفعليا القوات الإسرائيلية وأيضا الجنود الإسرائيليين الذين تواجدوا في المنطقة هم من قاموا بإطلاق النار على منفذ هذه العملية، ما أدى إلى ارتقائه قبل قليل حسب أيضا صحيفة يدعوت أحرنوت. هو هذا الشاب بالعشرينات حسب الصحيفة، وفعليا من سكان مدينة رهط أيضا القريبة من بئر السبع. طيب، على ما يبدو لدينا فيديو جاهز لهذه العملية إن كان جاهز معنا. طيب، بعد قليل إذن سيكون الفيديو جاهز معنا. نتعرف أكثر على طبيعة المنطقة لنا، وهل هي أول مرة تحدث فيها عملية طعن؟ بطبيعة الحال نتحدث أن هذه المنطقة أيضا استهدفت من قبل حركة حماس بإطلاق الصواريخ ورشقات الصواريخ منذ بداية الحرب على بئر السبع، وهي أيضا مدينة كبيرة في جنوب البلاد. تم إطلاق أيضا عشرات الصواريخ إليها، وكان هناك أيضا إصابات مباشرة في عدد من المنازل في الأشهر الماضية منذ بداية الحرب حقيقة. ولكن بطبيعة الحال القوات الإسرائيلية توجهت الآن إلى المنطقة، هناك انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية، إغلاق محطة الحافلات لبضع ساعات ربما في تلك المنطقة حتى يكون هناك تمشيط كامل للمنطقة حسب طبعا الشرطة الإسرائيلية. وبطبيعة الحال مثل هذه العمليات في الحقيقة هي صعب توقعها من قبل الشرطة الإسرائيلية ومن قبل المخابرات الإسرائيلية، لذلك القوات الإسرائيلية بالرغم من انتشارها بشكل مكثف في جميع المناطق سواء في شمال البلاد أو في جنوبها، إلا أن بالفعل نتابع وإياك هذه المشاهد الأولية لعملية الطعن في بئر السبع والتي أدت إلى قتل المنفذ بحسب الإعلام الإسرائيلي. نتابع وإياكم هذه المشاهد الأولية لعملية الطعن من قبل فلسطيني في منطقة بئر السبع والتي أدت إلى قتل المنفذ. حالة استنفار أمني كما نتابع، وعلى ما يبدو هناك شخص ملقي على قارعة الطريق، ربما هو الفلسطيني الذي قام بعملية الطعن. إذن بحسب ما ذكرت مراسلتنا لنا كولقاصي، إصابة إسرائيليين اثنين فقط دون وقوع قتلى. هذه العملية أدت إلى قتل منفذ العملية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية. طيب، لانا اعود اليك، ان كنت تتابعين معنا هذا الفيديو الظاهر على الشاشه، هناك حافله على الطريق، هل لك ان تشرحين لنا تحديدا هذه المنطقه، هذه الحافله، هل كانت يعني اي تفصيلات اكثر؟
بطبيعة الحال المشهد أو الفيديو الذي نشاهده هو بطبيعة الحال يوثق محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، وبطبيعة الحال سيكون هناك بالطبع أعداد كبيرة من الحافلات، ولكن أيضا رأينا حافلة كانت تقنط أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين، ربما هما كان يعني يتم نقلهم من مكان إلى آخر. ولكن هذه المنطقة هي منطقة يعني ليست مكتظة بالسكان، ولكن هناك أعداد كبيرة من المستوطنين لأنها بطبيعة الحال مواصلات عامة، وبالتالي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الإسرائيليين وأيضا الجنود الإسرائيليين. لذلك ربما منفذ العملية توجه إلى تلك المنطقة بسبب تواجد جنود إسرائيليين في يعني هذه الحافلة كانت تحمل جنود إسرائيليين لنا؟ يعني بطبيعة الحال لا أعلم تحديدا الحافلة التي نراها، ولكن نعم بالفعل هناك بطبيعة الحال أكيد هناك جنود إسرائيليين يعني يتواجدون في المنطقة، حتى كانت فيديوهات توثق أعداد من الجنود يتم نقلهم في تلك المنطقة. نعم طيب.